يا غزة أنت عزتنا، أنت مصابيح كرامتنا، أنت النجمة في رايتنا، أنت التاج على هامتنا، أنت الحرة في أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدي متابعي الكرام في حلقة جديدة مع عمر في رمضان. في البداية أرجو من المتابعين الجدد الاشتراك في القناة، وأرجو من الجميع دعمي ودعم البرنامج بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديوهات ليعم الخير وتنتشر الفائدة. ألتقيكم اليوم من السجن الأكبر في التاريخ ومن الأرض الأطول حصارا في هذا العصر، لكن سكان هذه الأرض يتسمون بالعناد، فهم شعب عظيم لا يقهر، إنهم الغزيون. أهلا بكم من غزة العزة. كي لا ننسى غزة وأهلها ولنقترب منهم أكثر ونقرب الصورة إليكم، تواصلت مع رئيس بلدية خان يونس ورئيس لجنة الطوارئ في المحافظة الأستاذ المهندس علاء الدين البطة، وسألته وطلبت منه أن يحدثنا عن غزة والغزيين في هذا الظرف، فشرفني وشرف البرنامج بهذه المداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي عمر ولجمهور عمر في رمضان، كل التحية كل التقدير، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والفرج والبركة بإذن الله تعالى. هذا أولا. ثانيا يعني أتوجه بالتحية والتقدير إلى أهلي وأحبتي وإخواني في كل مكان في العالم العربي والإسلامي، واسمحوا لي أن أخص بالذكر أهلي في ليبيا، حيث أنني أفخر بأن يعني لدى الإخوة في ليبيا فضل علي، حيث أنني تعلمت الهندسة الكيميائية في ليبيا وتخرجت بكالوريوس هندسة كيميائية ومن ثم بكالوريوس في إدارة الأعمال من ليبيا. فكل الشكر كل المحبة كل التقدير لأهلي وأحبتي في ليبيا. ثالثا، حقيقة يعني يعيش المواطن الغزي في فلسطين وضع هو الأصعب في التاريخ. حقيقة نحن نعيش في دوائر متعددة. الدائرة الأولى احتلال عمره ناهز 70 عاما ويكاد يكون هو الأطول في العصر الحديث. الدائرة الثانية هي حصار عمره 14 عام على قطاع غزة، أغلقت الأبواب، أغلقت المعابر، أغلقت الحدود، وأصبح هناك 2 مليون مواطن يعيشون في سجن مغلق مساحته 360 كيلو متر مربع. الدائرة الثالثة هي الانقسام الفلسطيني البغيض، والذي نتج عنه قطع رواتب آلاف الموظفين، ولعل عام 2017 في إبريل كانت المصيبة الكبرى، حيث تم قطع رواتب الآلاف للأسف الشديد، ومما زاد صعوبة الحياة. الرابعة وهي الجائحة الأخيرة والتي دخلت على العالم جميع العالم، وهي جائحة كورونا، والتي بالتأكيد يعني أدت إلى مزيد من تدهور الحياة. الآن المواطن الغزي يعيش الدوائر الأربع، وهو بالأساس كان منهكا نتيجة هذه الدوائر والحصار والإغلاق وحالة البطالة العالية وحالة الفقر الشديد والعوز التي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة لعلها عالميا. اليوم نحن أمام جائحة كورونا، حقيقة ازداد الوضع سوءا، حيث إذا كانت البطالة قبل كورونا 60%، نتحدث عن بطالة أكثر من 80%، على اعتبار أن من كان لديه فرصة عمل عاجز الآن على الذهاب والوصول إلى عمله، سواء نتيجة الأوضاع أو سواء نتيجة سوء الحالة الاقتصادية وتردي القوة الشرائية. وبالتالي يعني نقول المواطن الغزي يتقدم بالشكر الجزير، المواطن الفلسطيني يتقدم بالشكر الجزير إلى أبناء عروبتنا وإسلامنا وأصدقاء العالم في كل مكان، ويؤكد أن الراية التي رفعها هذا المواطن الصامد لن تنكسر بإذن الله، سنبقى صامدين، سنبقى متمسكين بالحق الفلسطيني الذي نحن على يقين بالله أنه لن يضيع، سنبقى نرفع الراية عاليا حتى نأتي ونلتحم مع أهلنا وأحباتنا في العالم العربي والإسلامي، ونرفع هذه الراية خفاقة عالية بإذن الله. وإن كان من شكر فأنني أيضا أشكر كل أبناء الشعوب العربية والإسلامية على الدعم الدائم والمتواصل لشعبنا الفلسطيني، وكل عام وأنتم بخير. شكرا أستاذ علاء. وطالما أننا في زمن كورونا، أحب أن أذكر لكم أن غزة سجلت أحد أقل معدلات الإصابة في العالم، فمنذ 12 من مارس أجرت السلطات في غزة 6444 فحص، كان الإيجابي منها 17، يعني في 17 حالة في غزة من يوم 12 مارس إلى اليوم. شفي
12 حالة بفضل الله شفاء تاما، وتبقت 5 حالات فقط في العزل، 5 حالات فقط. وأريد أن أضيف شيئا آخر لتعلموا يعني عظم هذا الشعب وهذه الأرض. الصين تباهت في بدايات كورونا أنها بنت مستشفى خلال تقريبا 3 أسابيع. والصين، ومن هي الصين؟ أكبر مصدر في العالم الصين. لكن في غزة، السلطات في غزة تمكنت من بناء 1000 غرفة خاصة بالحجر الصحي، كل غرفة ملحقة بدورة مياه، يعني 1000 غرفة مع 1000 دورة مياه، بنوا هذا العدد خلال أسبوعين فقط، خلال أسبوعين فقط وهم في هذه الظروف. بالله عليكم خبروني من دولنا تستطيع فعل ما فعلوا. وأعود للأستاذ علاء وأسأله عن كيف يعيش الغزيون في رمضان تحديدا في ظل هذه الظروف القاسية. يعني حقيقة رغم صعوبة الأوضاع المعيشية الناتجة عن الحصار والإغلاق والاحتلال، إلى أن المواطن الفلسطيني يرنو إلى حياة كريمة واسعة، إلى حياة كريمة. هناك حالة من الفقر والعوز، لكن هناك حالة عالية من التضامن. نفخر بهذا التضامن الفلسطيني. الفلسطيني الجميع يسعى لمساعدة الجميع، الجار يساعد جاره، الأخ يساعد أخاه. هناك حراك من الفصائل الفلسطينية ومن الجمعيات الخيرية التي تسعى إلى سد هذه الثغرات. أقول بفضل أن الناس مقبلة، تسعى إلى حياة كريمة رغم صعوبة الأوضاع. ولعلكم تشاهدون في الفيديو الحركة النشطة للمواطنين الذين يسعون إلى حياة كريمة رغم انقطاع الكهرباء الذي يستمر لساعات طوال. نتحدث عن 8 ساعات وصل الكهرباء باليوم، وبالتالي نتحدث عن كارثة حقيقية تنعكس على البيوت، على كبار السن، على المرضى، على الطلاب، وهو ما يعانيه الفلسطينيون والغزيون تحديدا منذ أكثر من 20 عام. لك كل الشكر مني ومن المشاهدين أستاذ علاء، وتحياتنا وسلامنا لأهلنا في غزة. وتمنيت أن يكون اللقاء أطول لأطرح عليك أسئلة أكثر، ولكن عسى أن يكون لنا لقاءات إن شاء الله في الأيام القادمة. وأخيرا، فإن كل كلمات القواميس والمعاجم لا تفي غزة حقها. واسمحوا لي أن أختم بهذه الأبيات الجميلة للدكتور وليد قصاب من قصيدته الشموخ: في غزة نبت الشموخ وأزهر، وتجاوزت أغصانه هام الذرى، وزه الإباء وراح يعزف لحنه، فشدت به شفة المدائن والقرى. الصامدون الصابرون جبينهم أبدا لغير الله لا يتعفر، بل غزة يوم الفخار قصيدتي، في تربها زرع الشموخ وأزهرا، ولسوف تهدي الخيرين شموخها، وتعلم التاريخ درسا أخضرا. فعلا علمتنا يا غزة. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي عمر عبد العزيز، في أمان الله.